السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا النهاردة، وزي ما احنا ما متعودين، ارجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة، قناة توتي نيوز. وتعالوا بينا نشوف الخبر اللي معانا بيقول ايه. بعد وفاة مصطفى حفناوي، اصابة اليوتيوبر عمرو الرادي وتدهور حالته. كشف اليوتيوبر اسلام طارق تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر عمرو الرادي الذي تأثر كثيرا بوفاة صديقه مصطفى حفناوي، مشيرا إلى أنه مصاب بالديسك. كما أوضح إسلام طارق في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تفصيل الحالة عمرو الرادي الصحية، فقال للناس اللي بتسألني على عمرو الرادي: شايفين ماشي بعكاز، والله وربنا ما يوريني حاجة وحشة في أصحابي. الدكتور بيقول ده ديسك ولازم يرتاح، قلبي وجعني عليه والله. فراق الحبايب ما بيكسرش غير أولاد الأصول، بجد مش كلام. كما أكد دكتور خالد عمارة أستاذ الجراحة والتشوهات العظام، الذي أكد أن مرض الديسك يكون بسبب ضعف العضلات، أو أن المريض يقوم بحركة خاطئة أو يحمل شيئا ثقيلا، وأيضا قلة الحركة يكون لها دور في ذلك. كما لو أن الإنسان ضعيف جسمانيا، ذلك يتسبب في ضعف العضلات. كما أشار الدكتور عمارة إلى أن الحزن والاكتئاب لا يتسبب في إصابة مرض الديسك نهائيا. وبكده يكون أوضح دكتور خالد عمارة دكتور العظام عن حالة عمرو الرادي: الحزن والاكتئاب لا يسببان الإصابة بالديسك. وبكده يكون خلص الخبر اللي معانا النهاردة، خبر إصابة عمرو الرادي اليوتيوبر المعروف بالديسك. وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.